قال لوقا البشير: فيما يسوع يتكلم سأله فريسي أن يتغدى عنده، فدخل واتكى، ورأى الفريسي أن يسوع لم يغتسل قبل الغداء فتعجب. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تطهرون خارج الكأس والوعاء، وداخلكم مملوء خطفا وشرا. أيها الجهال، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ ألا تصدقوا بما في داخل الكأس والوعاء فيكون لكم كل شيء طاهر؟ لكن الويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تؤدون عشور النعنع والثذاب وكل البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. وكان عليكم أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. الويل لكم أيها الفريسيون، يا من تحبون صدور المجالس في المجامع والتحيات في الأسواق والساحات. الويل لكم، لأنكم مثل القبور المخفية والناس يمشون عليها ولا يعرفون. فأجاب واحد من علماء التوراة وقال له: إن تقل هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال له: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء التوراة، لأنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بأحدى أصابعكم. الويل لكم، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم هم الذين قتلوهم، فأنتم إذن شهود وتوافقون على أعمال آبائكم، لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. حقا والأمان لجميعكم. ألا معكم أعزائي مشددا الحاضرين والمشاهدين والمستمعين، عندي كلمتين، أو بالأحرى بدي أتوقف على فكرتين مثل العادي. دايما باخد شو مجريات الأحداث بالبلد ومنقريها على ضوء الإنجيل، ومناخد كمان نص الإنجيل. وقايلك المرة أنه مفروض بالكاهن أنه يواكب كل الأحداث اللي بتصير ويقرأها على ضوء الإنجيل، لأنه الكتاب المقدس منه كتاب منعزل منفرد عن العالم، إنما هو مكتبة فيها 73 كتاب بتضم مواضيع عديدة يمكن للإنسان أنه يقريها ويفتش عن الحقيقة بين السطور. نحن من أسبوع لليوم انشغلنا بكلمة واحدة، انشغلنا بكلمة الساعة، من قدمها ساعة أو من أخرها ساعة، وعملت بلبلة بكل البلد وأخذت منحة طائفي وانقسام بين اللبنانيين، وهني واقفين على دائرة يعني أصلاً. بقى شفنا وأنتوا شفتوا، وناس مع وناس ضد، انقسمت البلد إلى قسمين، وتعود هالبلد إلى الانقسامات بين يمين ويسار وبين شرقية وغربية، بين محافظ وبين متشدد وبين كذا إلى آخره. توصلنا حتى على الساعة، على الساعة وعقارب الساعة، حتى الساعة صارت عقرب للبعض أنه بيعقص وبيقسم وبيوجع. بقى أنا بدي أقري كلمة الساعة على ضوء الإنجيل. كلمة ساعة بالكتاب المقدس كله سوا، القديم والجديد، مذكورة 59 مرة. 59 مرة، 9 بالعهد القديم و50 بالعهد الجديد، كلن قالن يسوع، بس لفظها بعدة معاني. بعد ما شفت أنا كل الكلمات اللي قالها يسوع، لخصتها بكلمتين. لخصت أنه الصيغة اللي قالها: لم تأتي ساعتي بعد، وكمان الصيغة الثانية: لقد أتت الساعة. طب ما طول عليكم،
وقت اللي قال يسوع لم تأتي ساعتي بعد، كان يسوع عارف شو اللي ناطره بعد 3 سنين، لأنه هو بلش بالكرازة والوعظ والتبشير آخر 3 سنين بحياته من عمر 30 لـ33. وبتتذكروا أول مرة قال لم تأتي ساعتي بعد، قال لأمه بعرس قانا الجليل، وقت اللي قالت له ما بقى عندن خمر الجماعة، قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، وكرر مرتين هالجملة بعدين. فإذا عنا هالحالتين بالنسبة ليسوع، والمعنى الأول أنه أنا عندي ساعة معينة لألي، وأنا مخطط لها الساعة لأنه عندي برنامج رسالة، عندي عجائب، عندي وعظ، عندي تعليم، عندي خطابات، عندي منقرات، عندي شفاءات، عندي قيامات، عندي مجادلات على مدى 3 سنين. وساعتي هي معروفة، ساعتي هي ساعة الصليب، بس من هلأ لـ3 سنين بدنا نتهيأ لهالمرحلة هيدي. وهالشي هذا بينعكس بحياتنا كمان، انه نحن حياتنا مش دايما ثابتة، دايما لازم نحط بقدامنا ساعات محددة لألنا، نعرف انه بدها تجي ايام عوز، بدها تجي ايام مرض، بدها تجي ايام ضيق، بدها تجي ايام زلازل، بدها تجي ايام كورونا، بدها تجي ايام حلوة كمان. دائما الواحد يفكر لبعيد وما يستعجل هالشي هذا، بس انما ياخذها بتمهل. فاذا الفكره الاولى اللي لازم نحفظها نحن اليوم، انه يسوع من اول ما بلش حياته التبشيريه عارف لوين رايح، عنده هدف بحياته. شو هو الهدف؟ شو هو الهدف الاساسي؟ الكلمه الاساسيه لكلمه ساعه شو هي؟ هي العنوان الكبير بالنسبة له، هي ساعة الخلاص، لأنه هو اسمه يسوع وأراد يكون صادق مع حاله وأمين لحاله، أنه أنا اسمي يسوع معناتها الله يخلص، مفروض فيي أنا خلص. فإذا ساعته ساعة بيج بان يسوع، قايمة على خلاص الناس، إنقاذ الناس، شفاء الناس، مساعدة الناس. هذا برنامجه الانتخابي، هذا هو برنامجه التبشيري، هذا هو برنامجه لمدى 3 سنين، وبيرجع بيتابع من أتباعه اللي أنتوا منهم وأنا منهم. وبعدنا عم نحكي بهالمشروع، منحاول كيف بدنا ننقذ، كيف بدنا نساعد، مثل ما شفنا بالإنجيل اليوم، لأنه يسوع ما بيهمه الطهارة الخارجية، مصبط حيلك ومنظف حيلك أنت الكتب والفريسيين. واللي اعتبر هالشي هذا فارغ، إذا ما كان في مساعدة للفقير، إذا ما كان في مساعدة للمحتاج إلى آخره، ما بهمه غسيل الدان، إذا غسل داء أو صام أو ما صام، بهمه من جوا. المهم فإذا يسوع عارف شو بده. والقسم الثاني من حياته هو القسم التنفيذي، هيداك تشريعي، هون تنفيذي. لقد أتت الساعة، لأنه هو كان قال وصرح بصريح العبارة، هي ساعة الحرية، ساعة التحرر، ساعة القرار. وقت قال دا حاولوا اليهود أن يمسكوه فلم يستطيعوا، وعارف يسوع أنه هو عنده ساعة محددة، عنده ساعة محددة بده هو يسلم حاله فيها. وقال أنا أقدم حياتي ساعة أريد وأسترجعها ساعة يريد. والإنسان اللي بيكون عايش كلمات ربنا وتوجيهات ربنا وأوامر ربنا ووصايا ربنا ما بيخاف من حدا، ما خاف من كل هالأعداء اللي إجوا وقفوا ضده. رجع كرر أنه أنا إنسان حر، عارف شو بدي، عارف شو بدي أعمل. أنا ساعتها وقت بدق الساعة، ساعة الفداء، ساعة الفداء وساعة التخلي، لأنه كمان تخلوا عنه تلاميذه. ونحن هالكلمة هيدي كتير رفيقة لألنا بالأيام اللي عم نعيشها، أنه ساعة التخلي منقول،
مرات كثيرة نحن منتخلى عن حدا، وأيام اللي قريبين منا بيتخلوا عنا، وأيام بتكون أحداث مؤلمة بنقول ساعة تخلي منقولها. بقى تخلوا عنه تلاميذه وتخلوا عنه كل الناس، بقي يسوع وحده. فإذا وقت اللي إجت ساعته هي ساعته اللي وصلته عقارب ساعته الخلاصية والتبشيرية والرسولية، وصلته إلى الصليب، لأنه هذه هي ساعة الخلاص بالنسبة له. اللي إجا لعنده واشتغلها على مدى 33 سنة، دقت الساعة على الجلجلة، وبعدها الساعة عم بتدق بفكرنا وعم بتدق بضميرنا وعم بتدق بقلبنا من خلال حملنا للصليب وصلاتنا للصليب. وزينة الصليب منه الصليب بحد ذاته، إنما هو المصلوب. بتصور أنا أنه من اليوم ورايح طالما هالساعة مهمة بحياة يسوع، نعرف نحن كمان نظبط ساعتنا، نظبط ساعتنا على ساعته، على ساعة إنجيله، على ساعة صليبه، على ساعة قربانه. بهالطريقة هيدي، بما أنه هذا الأسبوع هو أسبوع الشاعنين، أسبوع الشاعنين، وشاعنين هي جمع كلمة هوشعنا. وهوشعنا شو معناتها؟ معناتها خلصنا، هي خلصنا. بقى بيسوى نحن بالصوت الواحد والفكر الواحد والهدف الواحد، نحن ما بدنا نعيش الشعينين مثل ما عايشوها جماعة اليهود. هو عيد الانقلاب على يسوع، سلموا عليه في الصباح وفي المساء أسلموه، بايعوه الملكي في الصباح أنت ملك إسرائيل، وبايعوه من عشية. نحن ما بدنا ننقلب على يسوع، إنما بدنا نقله ليسوع ببداية أسبوع الشاعنين، بداية أسبوع الآلام وعيد الشاعنين: اجعل قلبنا مثل قلبك. آمين.